احنا شفنا مع بعض الفوز الكبير اللي حصل لفريق ليفربول على فيا ريال في لقاء العودة بدور قبل النهائي بدوري الأبطال الأوروبي عشان الريدز يحجز المقعد الأول في نهائي دوري الأبطال، مستني الفائز من ريال مدريد ومانشستر سيتي في اللقاء اللي هيتلعب النهاردة. خلينا نتكلم عن تفاصيل ماتش امبارح ومين أقرب يكون الطرف الثاني. معانا على التليفون الناقد الرياضي محمد عفيفي. صباح الخير عليك يا محمد، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير جمان هانم، صباح الخير استاذ محمد، وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير يا مصر، وعيد سعيد على الجميع يا رب. اهلا وسهلا بيك. خلينا نبتدي كده البدايه وماتش امبارح. احنا شفنا كده ان الشوط الاول ما كانش بتاع ليفربول قوي، ايه اللي كان حاصل؟ بالتاكيد الشوط الاول كان سلبي للغايه، 45 دقيقه هي الاسوء يمكن لليفربول في مبارياته بشكل عام، سواء كان اوروبيا او حتى محليا. فقدان نصف الملعب بشكل سلبي دفاعيا تحديدا، او حتى الاداء الدفاعي كان في حاله من الهزه بالنسبه لدفاع فريق نادي ليفربول، وده ما بيحصلش كتير بالنسبه لليفربول. لكن احنا دايما لما بنتكلم عن انه هويه فريق او شخصيه فريق، ده اللي كان موجود بالنسبه لليفربول، او ده المعنى الحقيقي لمعنى هويه او شخصيه فريق على ارض الملعب. حتى وان خسر او تاخر في النتيجه في الجهه الثالثه، بولايديا سجل الهدف الاول في ريال الاسباني، ثم كوكولين سجل الهدف الثاني في الجهه 41، ده كله انتهى او اتمحى بالنسبة لعقلية يورجن كلوب هذا المدير الفني الألماني بالنسبة لليفربول، وكيفية التعامل بمرونة تكتيكية. فياريال عمل نتيجة إيجابية جدا في أحداث الشوط الأول، لكن ما عندوش المرونة التكتيكية، والفرق اللي بتلعب على بطولة لازم يكون عندها قدرة على التعامل مع مثل هذه المباريات وهذا الشكل. طالما متفوق إزاي تتعامل على أرض الملعب؟ وده اللي ما قدرش يعمله الإسباني يوناي إمري المدير الفني لفياريال، اللي ما عندوش مرونة تكتيكية أو حتى أدوات من اللاعبين على البنش على دكة البدلاء تقدر إنها تنزل تغير في الشوط الثاني او تعمل تحويله باستغلال التفوق اللي كان موجود هناك في الملعب في اسبانيا مع الحضور الجماهيري الكبير. فريق ليفربول قدم المستوى الاستثنائي في الشوط الثاني، وحتى البديل اللي هو عايش بس بأجواء بس اصبر عليا، بس انا مش عايز اتكلم لسه عن الشوط الثاني، اصبر عليا كده نخلص كلامنا عن الشوط الاولاني. احنا لو بصينا على بعد دقيقتين لقينا جون، حاجة أربكت خالص، يعني ليفربول ما بقوش عارفين يتصرفوا إزاي شوية، وإحنا لقينا الشوط الأول يمكن نهى على نتيجة إن فيا ريال معاهم هدفين، لو كانوا طولوا شوية أو لو كان الأمور مشت في سياق آخر كان لو جابوا الجون الثالث كانت هتبقى ريمونتادا تاريخية على ليفربول. فده كان بسبب إن فيا ريال كانوا مستعدين قوي، ولا ليفربول كانوا مستهونين بيهم قوي أو واثقين في نفسهم أكتر مما ينبغي، فهو ده اللي سبب الربكة اللي شفناها؟ الى حد كبير الخطفه في البدايه لدفاع فريق نادي ليفربول او الاستهوان الى حد ما، هو ما اقدرش اقول استهوان لانه ده مستوى عالي من العقليه والصلابه الذهنيه لدى لاعبي ليفربول، ولكن في بعض المباريات اللي بتكون ملاعب صعبه بعض الفرق بتتاخد شويه على اخواننا زي ما بيقولوا، تحديدا لما بيكون في هدف مبكر بيربك حسابات الفريق على ارض الملعب، وتحديدا نص ملعبه اللي بيضبط الايقاع، وده كان مفقود من نادي ليفربول، ولذلك فقد كل شيء على ارض الملعب، الهزه شملت كل اللاعبين. ولكن فكره انه واحنا قاعدين بنتفرج المباراه وكاننا عارفين ان ليفربول يقدر يرجع في اي وقت، وده اللي زي ما قلت عليه فكره الهويه الشخصيه يورجن كلوب، الادوات اللي عنده من اللاعبين والمرونه التكتيكيه، فكره ان لاعب واحد ينزل يغير الشكل العام بالنسبه لليفربول ويعمل حصار لدفاع فياريال او ما يخلوش يبني الهجمه بالشكل المطلوب المرغوب فيه مع الضغط اللي بيعمله، او يخلي محمد صلاح يسحب مع المدافعين وان هو يصنع الهدف لاستغلال لاعب جاي من نص الملعب هو الهدف الاول اللي اربك حسابات فياريال وحسسهم ان هم خرجوا بره المباراه بشكل تام. دي المرونه التكتيكيه اللي بتكلم عنها والصلابه الذهنيه لدى اللاعبين، فكره انه فريق بحجم ليفربول لما اتخطف بهدف والتاني ما فقدش كل شيء على ارض الملعب ونزل الشوط الثاني وكانه مهزوم. فكره الصلابه الذهنيه، ودي حاجه بيتميز بها ليفربول ودايما بيتميز بها الفرق اللي بتبحث عن الالقاب، لانه فياريال مشكلته انه ما عندوش فكره المرونه التكتيكيه وكيفيه التعامل بلان اي بي سي على ارض الملعب في كل وضعيه، لان فياريال ما كانش يتوقع بالمره انه يتفوق على ليفربول بهدفين في الشوط الثاني، وكمان يوناي امري ما عندوش الادوات اللي تقدر تغير له او تحافظ له على النتيجه او تكبر له النتيجه على ارض الملعب. أكيد. طيب خلينا نتكلم بقى في اللي يخصنا في الموضوع ده كله. إحنا دلوقتي صلاح ده تالت مرة يوصل مع ليفربول للنهائي، وده تالت مرة لليفربول في النهائي. إحنا متخيلين مين أفضل لليفربول يعني يقابله في النهائي؟ والله أنا أتمنى ريال تالت مرة مع صلاح بشكل كبير. هو كمان هيبقى النهاردة في موقف صعب جدا أمام مانشستر سيتي. السيتي عنده مشروع، بيب جوارديولا هذا المدير الفني الاسباني اصلا مشروعه ما بعد ما جاء من بايرن ميونخ وما حققش مع بايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا
جاي مع مانشستر سيتي علشان يحقق دوري ابطال اوروبا اللي ما حققوش قبل كده، وهو حقق ثلاث القاب منهم لقبين متتاليين اخيرين مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي. اذا هو تشبع من البطولات المحليه ويبحث عن دوري ابطال اوروبا، ومن ثم هناك نجاعه مختلفه. وريال مدريد لسه فايز بالدوري رقم 35 ليه في الدوري الاسباني، ومن ثم اللاعبين في حاله ذهنيه الى حد ما بعد الفوز باللقب. مش هو ريال مدريد اللي كنا بنتابعه بشكل قوي جدا في السنوات الماضيه، صحيح وصل لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا، ولكن يبقى هناك عيوب فنيه كثيره، ولما ما بيكونش لاعبيه في حالتهم او تحديدا كريم بنزيما مش صاحي هجوميا ممكن الفريق يفقد الكثير على ارض الملعب. اعتقد ان ريال مدريد بالنسبه لمحمد صلاح تحديدا اللي يخصنا ابننا اللي مننا وليفربول طبعا، انه يبقى ريال مدريد امام ليفربول في المباراه النهائيه هناك في باريس. لكن اتوقع ان مانشستر سيتي من الفرق الثقيله قوي، وزي ما قلت عندها هدف، او بيب جوارديولا عنده هدف مع اداره مانشستر سيتي انه يحقق دوري ابطال اوروبا، لانه لو ما حققوش في هذا الموسم قد يكون هناك في تغيير لبيب جوارديولا لما هو هدف او تكبير الهدف لدوري ابطال اوروبا وتحقيقه في السنوات الماضيه. اكيد السنوات القادمه باذن الله. اكيد. طيب مباراه النهارده ريال وسيتي ايه اللي هيحصل؟ مباراه صعبه جدا زي ما احنا عارفين، انه ريال مدريد سجل في ملعب الاتحاد هناك في مدينه مانشستر ثلاثه اهداف، ولكن احنا في دوري ابطال اوروبا من نسخه هذا الموسم ما فيش الاهداف الاعتباريه، يعني الهدف بره مش بهدفين في حاله التعادل، ومن ثم وكان مانشستر سيتي متفوق، هو تفوق 4-3 فكانه متفوق 1 لا شيء فقط في ملعبه. اختبار جديد لبيب جوارديولا ولاعبي مانشستر سيتي، لانه هو خد نفس الاختبار بشكل اصعب يمكن كمان مع اتلتيكو مدريد لما تفوق في مانشستر 1-0، وقدر ان هو يخرج بالتعادل السلبي من مدريد هناك في واندا متروبوليتان وملعب اتلتيكو مدريد. هو اختبار جديد وده يديله ثقه اكبر انه عارف يخرج من موقعه صعبه جدا من مدريد. يمكن ريال مدريد مش اصعب بكتير من اتلتيكو مدريد انه يخرج بتعادل سلبي او ان هو يقدر يتفوق مانشستر سيتي، زي ما قلنا كمان الافكار اللاعبين مهيئين انه دوري ابطال اوروبا هو الاهم بالنسبه لنا في هذا الموسم. فاعتقد ان المباراه صعبه جدا، وزي ما قلت كمان فكره انه ريال مدريد لسه محقق لقب جديد في الدوري الاسباني، لقب رقم 35 بمساعده الغير بقى ابس اند داون بالنسبه لاتلتيكو مدريد واشبيليا وبرشلونه طبعا والسقوط الكبير ومن ثم حقق، ولكن هو حقق لقب وده بيأثر سيكولوجيا او ذهنيا على عقليه لاعبي ريال مدريد، محترفين ولكن فايزين بلقب، وده ممكن يأثر بشكل او باخر على قدرتهم ان هم يتفوقوا في هذه المباراه بهدفين او حتى يحققوا هدف علشان يعدلوا النتيجه وتتمدد المباراه. مباراه صعبه جدا، ولكن ارى ان الاقرب مانشستر سيتي انه يعبر من هذه الموقعه لتاهل المباراه النهائيه علشان نشوف ديربي انجليزي جديد في نهائي دوري ابطال اوروبا. طيب انا عايز اعرف بقى التاثير، زي ما حضرتك بتقول التاثير عند ريال مدريد، احنا متخيلين ان هو هيكون تاثير ايجابي، يعني لسه فايزين وحاسين بقى بنشوه الفوز وفرحه النصر، اعتقد ان ده قد يؤثر بشكل ايجابي. والله انا بشوف في بعض الاحيان هو في مصر وفي الوطن العربي بيأثر بشكل سلبي، احنا عندنا هنا اللي بيحقق بطوله خلاص بينخفض بيستريح شويه حقيقي. بالنسبه لهؤلاء اللاعبين المفروض هم لاعبين محترفين الكاتيجوري الاعلى في العالم، ولكن انا شايف ان ده ممكن يأثر بشكل او باخر بالسلب مش بالايجاب على ريال مدريد، وكانه احنا لسه محققين بطوله، فبالنسبه لنا احنا وصلنا للمستوى الاعلى في دوري ابطال اوروبا، ممكن ما يقدروش ان هم يتعاملوا مع مباراه زي ما قلت هيكون فيها الاداء التكتيكي والقوه والمحاوله للحفاظ على النتيجه الايجابيه اللي اتحققت في ملعب الاتحاد هناك في مدينه مانشستر. بالنسبه لاتلتيكو بالنسبه لمانشستر سيتي اكبر بكتير، وزي ما قلت الثقه اللي خدها لما تفوق على او تعادل وبالاحرى خد تذكره العبور لنصف النهائي امام اتلتيكو مدريد ايضا في ملعب اكثر صعوبه يمكن حتى من سانتياغو برنابيو اللي هيقام عليه مباراه النهارده في مدريد. في المجمل مباراه هتبقى شطرنج فيما بين طموحات بيب جوارديولا هذا الاسباني المدير الفني لمانشستر سيتي وذكاء، وهو الراجل داهيه يعني كارلو انشيلوتي هذا الايطالي المدير الفني لريال مدريد. مباراه صعبه جدا من على الخطوط الاكثر تركيزا الاقل اخطاء اللي عنده مرونه تكتيكيه على ارض الملعب، ولازم ريال مدريد علشان يعافر في هذه المباراه انه يخطف هدف مبكر في الشوط الاول وما يستناش، ويكون كريم بنزيما هو الايقونه بتاعه اوروبا بشكل عام والدوري الاسباني بشكل خاص، هذا الرجل في افضل جاهزيه وافضل حاله لاستغلال انصاف الفرص في هذه المباراه، لانه كمان دفاع مانشستر سيتي رغم هناك مشاكل فيه ولكن يبقى من اقوى الفرق التي تملك دفاع قوي جدا ممكن ان تكون حجر عثرة امام هجوم ريال مدريد حتى وان كان كريم بنزيما في افضل حالاته. هنستنى وهنشوف ايه اللي هيحصل. محمد عفيفي الناقد الرياضي شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا خليكم معانا، نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي حلقتنا، خليكم معانا.